بعد الانتهاء من أحد المواجهات التي استبسل فيها رجال القوات السعودية وصد هجوم من قبل مجموعة من المتسللين على الشريط الحدودي، رجع الأبطال إلى مكان استراحتهم ونقلنا ما كان يدور في تلك الجلسة. أقول حنا سلاح الدروع هنا وقاعدين طال عمرك للعدو بالمرصاد. حنا على الخطوط الأمامية الآن وأخويانا معلوماتهم عالية ويتسابقون والله على الخطوط الأمامية، كل واحد يقول للثاني تكفى. أنا اللي بأسري الليلة الرقابة هذه، والحمد لله رب العالمين. وحنا طال عمرك عندنا بيتين بنقولها في الجلسة هذه: سلاحي سلاح الدروع الأشم، سلاح يذود لعز العلم، إذا الخطب زاد بها ودلهم، أسود تصب لهيب الحمم. شكرا. صحيح يدروع حنا للوطن ناصر، يدروع حنا للوطن ناصر، يدروع والنصر بإذن الله تعالى وراده، والنصر بإذن الله تعالى وراده. يلوع من يطمع بشبر الوطن لوع، يلوع من يطمع بشبر الوطن لوع، وما النصر يا دار ولا شهادة، وما النصر يا دار ولا شهادة. الله أكبر عليكم، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. والله أنا بقولها لك صريحة، هي زي ما تقول تحدي، وترى أنا ما نطلب إلا على هذا. عجيب. قبل شوي تطلب منا شيلة ما جت إلا هالحين. إيه ما شاء الله. هذا وقت الشيلات. نعم. هذا هو. خلال هذه الاستراحة ورد بلاغ مفاجئ أنهى هذه الجلسة. ثمانية وثلاثين استلمت الإشارة، ويا ليت يأكدون على. إذا كنت جاهز ارمي. تم التعامل مباشرة مع تلك التحركات التي رصدت قرب الحدود، وقتل مجموعة من المتسللين، ودمرت ثلاثة من آلياتهم، وهرب البقية. ما شاهدناه هو لمحة مختصرة عن حياة المرابطين في الحد الجنوبي، ونرجو بأن يكونوا ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. خالد الربعي، الإخبارية، الحد الجنوبي.